على الشاشة فيما دي اه دول يخصها. المجموعة بتوع ده الفيديو خالد علي ومعاه الراجل اللي هو بنضارة ده، ده محلل الأداء، والشاب اللي معاهم ده برضه محلل الأداء كان معاه ده استاد اللابتوب القاهرة؟ امبارح. اه امبارح دي المقصورة. عايز أشكر طبعا أنت اللي مصور الأستاذ كده وليد يعني. عبد الوهاب. اه ده الكاميرا أوكي. بتاعتي. عايز أشكره على المقصورة، اتطورت بشكل مقصورة صحفيين يعني حاجة بقت روعة. وامبارح كنا قاعدين فبشيد بالراجل ومسؤول الاستاد طبعا، طبعا. فكانوا موجودين من بدري قوي، رصدوا كل حاجة، اوكي. صوروا كل حاجة، ما سابوش حاجة ما كتبوهاش أو ما سجلوهاش. اوكي. الراجل اللي لابس أسمر ده كان متفاعل شوية مع سيمبا، يعني كان نفسه سيمبا يكسب لكن تأتي الرياح يعني بما لا يشتهي هو. فده طبعا اكيد وصل لكولر. مباراة كبيرة كانت. أه طبعا وعارف وعارف، وأنا يمكن متكلم عندي على هم القناة عشان يدخل لازم يبقى في حاجة بتنسيق مع إدارة النادي الأهلي، ما هم عشان يحضروا اه، المباراة لازم وتم تنسيق النادي الأهلي تسجيل يوفر لهم مكان. اساميهم عن طريق المركز العام الاستاذ جمال جبر، فاكيد دخلوا معاهم تصريحات الدخول اهي طبعا حاطينها على السيدروم. ف طبعا ده خالد اللي ماسك ده التليفون خالد اول علي. واحد. خالد ده خالد علي هو عارف ان انا بصور فمديني ظهره خالد شخصيه جميله طبعا. ومجتهد وعامل شغل محترم يعني معاه. برضو ده قد يكون في قصة الخداع الاستراتيجي زي ما بيقولوا. انا قصدي كده بقى، يعني هو بما الراجل في اجواء عارف ان الحرب اللي انا انتوا عارف ان هم بتتكلموا. بيتابعوه، يعني هو وجهة نظري موارد حتى لو 1% كابتن لكن تحترم، ان هو شايف ان مسؤولي صن داونز بيتابعوا الفرقه وجايين يتفرجوا على الفرقه من هنا وبعتين وفد يصور كل حاجه، فطبيعي ان الراجل ممكن يخبي احد اسلحته مثلا زي امام او رضا سليم. او المباراه لما اتصعبت الراجل خاف على الشكل بتاع فيه، انه كان صحيح. محضر رضا سليم وموديس كان هينزلوا، فممكن الراجل يكون خاف على ان رضا سليم مثلا دفاعيا ممكن ما يكونش احسن حاجه او ما بيردش ما بيعملش واجب دفاعي، فخاف على الهارموني بتاع اللعيبه في الملعب. حسابات اكيد زي ما بقول لحضرتك ممكن يخطئ وممكن طيب يصيب فيها.